ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نحكي معكم على التحديث الجديد اللي نزل لما صار تغير الأغراض تبع بعض القوات، يعني صارت عليها صارت أقوى من قبل. هلا راح نحكي عليها كلياتها. طبعا أول شيء لنحكي على الدلتا. طبعا الدلتا هلا صارت 5% زيادة من الضرر، زائد صارت الدقة تبعيتها نفس ما شايفين، الدقة صارت 90%، 90.9 و83.9 على المش لما بتتحرك. الدقة زادت ب20% من قبل، والضرر ضد الدرع تبع 2 زاد 5%. طبعا هلا لما بتصير مثلا الدقة، ايش معنى الدقة؟ ايش المهم الدقة حتى تعرفوا؟ الدقة كتير مهمة، هي اهم شيء بالقوات. يعني اذا عندك الضرر كتير عالي والدقة زفت، الضرر ما راح يفيدك بأي شيء، لازم لك اجباري الدقة. لأني عندك الريت اوف فاير، هذا تبع الريت اوف فاير اللي هو تبع الضرب بالساق بالدقيقة كم بيضرب. يعني بتضرب هون بالدقيقة 85 مرة، يعني 50 راوند. يعني 50 راوند شلون؟ يعني 85 بالدقيقة شلون؟ يعني 85 يعني الراوند هو كل الراوند واحد، يعني دور واحد، ضربة واحدة من هدول الريت تضرب 4 مرات، 4 قذائف. يعني خلالها بتقضي 85 مرة، فإذا تضرب 85 ضرب 4 بتعرف كم ضربة ضربت هي، يعني كم ضربة. فهلا أنت زاد لك الدقة، صار 90% و83. إذا عندك الضرر 193، حسب مثلا بتعمل لك 10 ضربات. من قبل كانت أول شيء هالعشر ضربات تضرب وبس، الاخر 4 ضربات او 5 طلقات، 4 او 5 يروحوا على الفاضي، على جنب الدبابة او جنب اي شغلة وما تصدم، يعني تعطيها ما كتير صدم قوي. هلا بال90%، يعني بدل ما يروحوا 4 او 5 ما بتروح الا وحدة لبرا، وكلهم بعدين بيصيبوا. يعني هاي الضرر كتير زاد عندها، يعني اعتبارا انا بعتبرها زادت الضرر كل شيء، مو بس ضد الارمور 2 الدرع 2، الا كل شيء زاد. فلا الحالة صارت كتير قوية، رأيي فيها للدلتا انه لازم تتضاعف. ما هذا الزيادة زودوها هلا مانا على الفاضي، يعني ما لا منطق. يعني انا مشان ضد الهليكوبترات كانت تعمل كتير منيح ضد الهليكوبترات، فهالضرر الزايد مانو مفيد ابدا، يعني صارت اقوى من اللازم، يعني ضد كل شيء، كمان ضد البحر، ضد الارض، مو بس ضد الطيران. نروح على الشيء الثاني اللي صار كمان ضرره اعلى، وهي البوسايدن. البوسايدن صار ضرر هون اللي عندك تبع الدفاع الجوي بس، ها ما تفكر زودوا فيها شيء، زودوا بس الضرر واغراض تبع الدفاع الجوي تبعها. السلاح العادي والدم والسرعة وهيك كلياته نفسه، بس بالدفاع الجوي زودوا على الضرر ضد كل الدرع. الدرع ليفل 1 و2 و3 زودوا لهم 10%، وغير هيك مسافة الضرب، يعني كانت مسافة الضرب من قبل عندي 8.5، يعني مسافة الضرب 8.5 زودوها 2 صارت 10.5. يعني هي بالماكس كانت 9، بالماكس قديم كانت 9، هلا بالجديد صارت 11، يعني صارت بعدها كتير منيح لحتى تصيب. انا هاي رأيي كان من اول فيها، انه شفتها اول شي نشوفها للبوسايدن، انه صارت دفاع تشوي كتير قوي، صار دفاع تشوي واحد من اقوى الدفاعات التشوية باللعبة. هلا انا عبارتها معتبره اقوى واحد، يعني ما في شيء اقوى منه هلا صار البوسايدن بالدفاع التشوي. اذا تعتبرها بينات الغير، هاي البوسايدن نموذج من التايفون ومن البوركيوباين، اثنيناتهم اندمجوا مع بعض وصاروا هالدفاع التشوي الواحد. يعني الدفاع صار الرينج كتير، يعني مسافة الضرب قوي كتير، وبتقذف بسرعة مثل البوركيوباين، بتقذف بسرعة، صارت مثل بعض اثنيناتهم، يعني اندمجوا مع بعض وصاروا واحد. فبعتبرها كتير قوية. هلا بالاول شيء انا كان قراري عليها انه كتير زيادة، انه ما كان لازم يزودوا الضرر، كان بس يزودوا المسافة الضرب باثنين بس ما يزودوا الضرر. انه الضرر منيح، يعني انه هي عندها كتير دم وكتير درع وضرر عالي، ضرر منيح، بس مسافة الضرب كانت مشكلة تبعية الدفاع التشوي، انه زودوا لها. بس زودوا كمان الضرر تبع الدفاع التشوي، صارت كتير قوية. عبارة هلا اذا بتروح تستعمل عليها هاوكس او دراجون فلايز بتشوفها شطن اشط تمسحهم. بالاخير لازمنا نفهم، بعدين جربناها مرة مرتين ثلاثة اربعة خمسة، جربتها كتير مرات،
لساتها منيحة يعني، ما لازم يعني كان لازم لها الغرض. أنا بقول برأيي هلا على الفسانم بالأخير إنه هذا التزويد عليها الضرر والأغراض والمسافة الضرب تبع الدفاع تشوي صارت ممتازة. كان من قبل الاتحاد يخفى بالمي، إذا بتشوفوه أنتوا كتير، إذا واحد يستعمل بالمي شغلة تشو، إذا المقاومة راح تستخدم تشو ضد الاتحاد بالمي طبعا مع البحر تبعوته التمساح. بتشوف الاتحاد بيصمد بقاعدته جنب البلاتفورم تبعوته عشان بس يمددوه بالدفاع تشو، لأن التوسايدر ما كانت تمددوه بشكل منيح، لأن كل شوي وحتى مجربة كانت ألف مرة لما نجي نهجم بنطحش على بعض بنص الخريطة، مثلا الفايكينج والتمساح وفوقها كمان دراغون فلايز وفيها هاوكس ورا الفايكينج بوسايدن. اذا ما استعملت الايرايد وورنينج، البوست الايرايد وورنينج اللي بيزود ثلاث مسافات للضرب الدفاع تشوي للبوسايدن ما كانت توصل للهاوكس او للدراغون فلايز. فالهاوكس والدراغون فلايز كانوا يستمتعوا من دون ولا ما ياخذوا ضرر ويقتلونا كل الفايكينجز ويخلوا التمساح يكمل على البوسايدن بالاخير والتمساح بالاخير راح يضرب الفايكينجز، يعني هيك الفايكينجز ميتين. واللي بيسن كمان اضر شيء كان بالوقت انه كمان ما يوصلوا الضرر عليه كتير ضعيف، كان اللي بيسن يصمد ضد 5 بسايدن. اذا جربتوها بالماكس كان اللي بيسن لحاله يدخل يطحش على 5 بسايدن يقصف النووي تبعه مع الوقت تقصف الاش اسمه السم تبعه ويقتلوا 5 بسايدن، لأن ما يقدروا يقتلوا يعني، كانوا يقتلوا الوس بس اللي بيسن يضل عايش يعني كتير قوي كان. لهالحالة صارت هالضرر الزايد وصار المسافة مشان يقدروا يوصلوا، ولأني إذا أنت تستعمل الإيرويد وورنينج خلال المباراة مشان يعرف البوسايدن توصل للمسافة المطلوبة، أنت روحت المسافة الزائد واحد المسافة للفايكينجز تبعوتك، فبيصير عنده التماسيح عنده مسافة زيادة للضرب عن الفايكينجز، فبيصير التمساح بيضرب قبل الفايكينج ما تضرب، بيخلي بعدين التمساح يفوز على الفايكينج تبعيتك. فلهيك لازم لك تعمل بس اتاك ويكون الرينج تبع هاي المسافة الضرب تبع البوسايدن تكون منيح. هلا شيء تاني عملوه هذا يعني كثير منيح، هو خلص انه بس ما بيأثر بشيء، الشيلد هو الفيو رينج هذا اليمين عليه العين، يعني هاي لما تكون لحالها الشيلد بتشوف مساحة شوفة يعني، بس مساحة شوفة، مساحة الشوفة كانت تبعيتها 5 صارت 8، زودوها بثلاثة صارت مساحة الشوفة تبعيتها مثل تبعيت الضباب. وهي شغلة منيحة لأن كانت كتير مظلمة ما بتحسن تشوف شيء من وراها، هي بس هي كل شيء من حواليها تكون كتير هي مظلمة، يعني تكون مثل العمية هي هالقوة. فلا سوت ماني مثل الكاميليون والضباب وما أثروا فيها شيء تاني، يعني محل مساحة التفعيل الأغراض كلها نفسها، بس إنه مساحة الشوفة يعني ما بتأثر. هلا نروح على المقاومة ونشوف آخر شغلة سووها كمان قبل ما نقول على آخر شيء من غير القوات. رح نحكي عن وين الماموس، كمان غيروا فيها شيء. الماموس طبعا عملوا لها شغلتين، يعني شغلة قووا فيها وشغلة ضعفوها فيها، بس هي صارت هلا اقوى من قبل يعني يعتبر. اول شيء زودوا الضرر تبعها ب 10% ضد كل الدروع، ضرر ضد واحد ليفل 2 وليفل 3 الدرع كلهم زاد 10%، هاي اول شغلة. ثاني شغلة التارجتنج تايم، يعني لمدة ما تضرب من مرة لمرة تانية كانت سريعة عبارة، هلا صارت ابطأ ب 30%، يعني بطأوا الضرب تبعها صارت مثل تقريبا لساعتها اسرع من التورنت طبعا تبعت الاتحاد، بس انه هاي صارت ابطأ، يعني ما صارت تضرب مثل قبل صارت ابطأ بس صارت ضررها اعلى، يعني صارت تضرب عالي. وانا هاي مقبله يعني الماموس كتير صارت منيحة. انا كان كمان مدي كنت عم بقول انه يخليهم 20% الضرر، يزودوا 10% الضرر زيادة على هاد عشان لاني كمان يخلوها كمان لازم يخلوا التورنت والماموس هدول على المبنى الرئيسي ليفل 2 ويزودوا السي بي تبعيتهم، السي بي تبعت نقاط الجيش يعني يزودوها للخمسة او للستة. لاني ليش اول شيء؟ يعني انت لما تلعب بالهدول الراجمات انت لبين ما تطالع عدد منيح من الراجمات لحتى يقدر يقتل القاعدة الخصم بيكون الخصم طالع لك السور او الالباتروس وبيقتل لك ياهم فورا لكل الراجمات تبعيتك. يعني تخيل يكون لبين ما تطلع عندك 10 ماموس
انت بتطالعهم بتصيب بتحطهم بتقصفوا، ما بتلاقي لك حتى اثنين سور طلعوا لك وقصفوا لك اياهم بالقصفه. بتقول روحت الدنيا كلها، الانتاج والموارد كلها روحتها، وطالع لك سور وطالع لك شيلد. فلهيك بقول انه لازم تكون على المبنى الرئيسي ليفل 2 وتزود نقاط الجيش تبعها عشان، ويزودوا كمان الضرر 10% زيادة لتبعية الموت عشان تصير بشكل افضل. يعني خبروني رأيكم انتو كمان بالتعليقات تحت، اذا ايش عاجبكم من هالقوات، عجبوكم ما عجبوكم، شو بتقرروا شو بتقولوا، انه مثلا اشي غيروا شي، اكتبوا لي تحت. طبعا هنحكي على اخر شغلة هي الطائرات الحربية، جددوا فيهم شغلة. هلا كان من قبل لما يروحوا بمنطقة الظلام الهاوك او اي شيء تروح بمنطقة الظلام، الهاوك او الفيرتكس كانت تروح تضيع، تصير عم تدور دوران وترجع. هلأ ما بقى في هالشي، صلحوها كانت لان هذا عطل، كان من زمان لما الشغلة تروح بالظلام يضلوا يلحقوها، بس صار عطل صاروا ما يلحقوها، صاروا يدوروا ويلفوا من اي مكان ويرجعوا بعدين قبل ما يفضى شحنه. هلأ رجعوا صلحوها، صارت ترجع لما تروح الشغلة بالظلام تلحقها، تضل تلحقها لحتى توصل لها. تاني شغلة انه هلأ لما بتدور صارت الدور ابكر، يعني مثلا تبلع على المبنى تروح الهوك او الفيرتكس تضرب، صارت بدل ما تروح تضرب وتروح لبعيد كتير صارت ترجع ابكر. يعني هاي الاساس الالو يعني بس طبعا لساتها شكل سيء، يعني استخدامها سيء. انا بقول لك انه ما انا كتير منيحة للساعة، يعني بدك تتعود عليها يعني، بس انه كتير سيئته طبعا القديم، بس انه قايلين انه ما رح يرجعوا الشيء القديم. هلا هيك كمان خبرونا على هاي الشيء شلون عاجبكم بالطيارات الحربيه. طبعا كل مو عاجبه هالشغله وانا ما عاجبني. وشكرا متابعه، ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هالفيديو، بنشوفكم ان شاء الله بالفيديو الجاي. باي باي.